صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 114 لسنه 2023 بتعديل الماده الاولى من القرار رقم 9 لسنه 2023 باعاده تشكيل اللجنه الوطنيه للطفوله وذلك بناء على عرض وزير التنميه الاجتماعيه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه انه يستبدل بالبند رقم 3 من الماده الاولى من القرار رقم تسعة لسنة 2023 بعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وذلك على النحو الآتي ثلاثة مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر ممثلا عن وزارة التربية والتعليم